خلاص نجمع وراها ابراهيم. احكي لنا ابراهيم، احكي لنا القصه، احكي لنا القصه تاع هذه الكارثه هذه. مانيش عارف، رانا قاعدين بلا راس اخو. علاه؟ السيد جينا ندفنوه راه من البارح هنايا في البطوار هذا. نستنوه دار العم، دار العم دار الحم كما قلت. مدوه جينا على ال 12 بنتوه ندفنوه، قال لك مديناه على 10، مديناه الاخرين دوه دفنوه. دوه الاخرين دوه في بلاصته. دوه دفنوه على 10 في القيصر. قال لك راه يشبه له. قال لك راه يشبه له. وكاين ميت هنا اخر في بلاصته، قلنا تحطوا تشدوه. في بلاصته. في بلاصته. قال لكم واحد تدوا ميت واحد اخر في بلاصته. في بلاصته. واحد عبيد واحد اخر في بلاصته. قال لك خيروا ميت واحد اخر دوه في بلاصته. خيروا ميت واحد اخر في بلاصته. هذا الدكتور هذا السبيطار كيفاه؟ يجي لي يجبد هذا يشبه لبويكا راه فيه، ما كاين لا وثائق لا والو، هذا على بالك في حروب ما صراتش. الناس راه دارت حروب، كاين حروب، يجيبوا له الميت تاعو، كاين حنا عندنا شهداء جابوهم من جهه وسلم ما صراتش، فما بالك احنا في بلاد امان لاباس علينا ما كاين لا وثائق. وصل النساء اللي تزيد ثاني تاع اولادها راهم يسعوا يديروا لهم شونجمون، راهم مش فايقين والله في الباطوار هذا كلش. تما دوك في الميت صارت الشونجمون دوك. والميت صارت الشونجمون، وليك فول صغير بيبي خفاه. لا لا راه شاب يا ربي كاع راه مقالطين، روح فيري في بنك منا وجايك تقعد عقد على راسك. وقال لي مدوا لي مدوا وين زوفري ولا ولا ايديا. مانيش عارف ليش هذا الاخر كيفاه هذا. هذا يعود زوفري هذا المدو. ما ملي داو بالك بويهم عود مريض والله ما فاقوش به. كيف صالي داو هذوك ما فاقوش به. ما فاقوش ممكن يشبه له عود شيخ كبير والله كذا ما فاقوش به. انا هذو كبار وموت معناتها البيبي صغار. انا والله ما نام انا قدوه كريم المراه والله ما نجيبها تزيد هنا والله ما نجيبها كيما كيما العائله 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 اللي العائله اللي رفدتها ناصر واش سمعت عمار دير عمار عمار بوي عمار عمار هو ابن المرحوم هذا. كيف عمار صارت الحكايه هذه؟ صارت ان عرف ناس حكى لهم بلي بوي مات ايه ودفينا بعد العصر ايه عنده بيناتهم واحده مسكينه واحده مسلطينه واحده من النباه جايين ودي مقررين بين الثروه بعد الظهر مقررين هكذا انت تجي تغزر تلقى واحد اخر في بلاصه بيت وش ديرت؟ الخلطه هذه مين؟ الخلطه هذه غلطه انها نورمالمون يديروا فيها اسم السيد كي يلحق يغزر الاسم هنا فوضى لا اسم لا اسمات وجماعه اللي داو ربي يهديهم ما يعرفوش بويهم هذي ما كاش منها تما داوها من الصباح وشوفوا فيها ما عرفوش ما عرفوش ودفنوه صاي صاي والناس روح فرقي وانت جيت تدي في بويك اللي قلت لك واحد اخر انا بويك ما نعرفش بوينا انا كان يقوم بولي عيني يشم ريحته نعرفها قال ريحته والاداره تاع المستشفى واش قالوا لك؟ ما كانش اداره، اداره يعطوني قبل العصر اللي فات العصر سكر السبيطار ما قالوش لي سكر ما قالوش لي سكر ما قالوش لي سكر ما حتى واحد يجي يعطوني بوي كاين الجمهوريه ما سكرش حتى واحد الامر بالحفظ يعطيني بوي ما يستنى حتى واحد نجدوا الميت الاخر ما يعطوني حتى ما ياخذ بروسي هذيك الاجراءات راه من بعد ديرها الصحافه ديرها النهار دبروس ولا الشروق انا المهم يعطيني بوي قبل العصر فات العصر ندير مشكل كبير يا ربي مش معايا ربي سهل رانا كاع معاك عمار معايا رانا كاع معاك ان شاء الله رانا قاعدين هنا عمار انا راه كاع معاك هيا ربي سهل ان شاء الله انا ما طلبت والو ما قلت ما عطوني لوش ما عطوني دار ما عطوني حتى حاجه هذا عقب بيك تهرب واش بيك ما تهرش كتب بيك مزال حيدك تاكد منه ويروحوا يشوفوا بيناته ويشوفوا امورته هذا حقك شوفوا هذا اللي داو حقك واحد 200 كيلو هذا ما قال لهم والو قال لهم عطوني بوي يا راجل بويك ومن حقك تجيب واحد اللي قال شكون اللي قال هذاك السيد اللي دفنوه هو بوي هذا شكون اللي قال شكون اللي قال هو قال شكون اللي قال شكون اللي قال باللي راه السيد اللي دفنوه هو بوي هذا كلهم راحوا دفنوه الحاج خلاص عمار يا عمار ها استغفر الله ادعو حق راه حق راه في الاجراءات الاداريه صح كل الجمهوريه من الصباح اجراءات اداريه اليوم قبل العصر ما كانش باب السكر فيها ما عادش تكون فيه الملاوحه وحاول تشد الغايه الثانيه الميت قلطوا فيه اجراءات اداريه صح صوروا هذه اللي صوروا